وقع لبنان اتفاقية لجلب الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية بحضور وزراء الطاقة لدول ثلاث. ووصفت الدولة اللبنانية الاتفاقية بالمتواضعة لحصولها على 250 ميجاوات فقط، أو ما يعادل ساعتين إضافيتين من التغذية يوميا. في بيروت كان توقيع اتفاقية تزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، اتفاقية بتمويل البنك الدولي ب 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، مرحلة أطلقها وزراء الطاقة للدول الثلاث، وأفضت إلى تزويد لبنان ب 250 ميجاوات، ما دفع الدولة اللبنانية إلى وصفها بالمتواضعة. اتفاقية المتواضعة بس اللي أهميتها كبيرة للشعب اللبناني اللي بحاجة اليوم لكل ساعة كهرباء إضافية، ونحن من خلال هيدا العقد رح نأمن حوالي 250 ميجاوات من الكهرباء. المرحلة الأولى من الاتفاقية متواضعة بنظر اللبنانيين، لتزويدها لبنان بساعتين إضافيتين فقط من الكهرباء يوميا، بينما كانت العين اللبنانية تشخص نحو الغاز المصري الذي فرضت شركاته شروطا إضافية كما كشف مراقبون. أولا استجرار الغاز هو راح يحتاج إلى موافقة مكتوبة من الولايات المتحدة الأمريكية للشركات، وخاصة هذا الشيء اللي عم تطلبه مصر، خاصة لأنه في موضوع بيتعلق بقيصر وبالعقوبات. يبدو أن قانون قيصر قد أخر مد لبنان بالغاز المصري، فالشركات المصرية تطالب بتعهدات مكتوبة من الجانب الأمريكي بحسب مطلعين، كما أنها تطلب تزويد سوريا بنسبة 8% من الطاقة التي تمر عبرها عوضا عن الأموال النقدية، شروط قد تؤخر تطبيق المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تحدث فرقا في قصور الطاقة اللبنانية. تبدأ المرحلة الأولى من مد الطاقة الكهربائية الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية بعد أسابيع، ساعتان من التغذية الإضافية يوميا لكن بفواتير مرتفعة، إذ تؤكد مصادر حكومية أن تعرفة الكهرباء ستزداد بنسبة 300%. علي رباح، العربي، بيروت. أوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشي أن سعر الكهرباء التي سيبيعها الأردن للبنان سيكون مرتبطا بسعر خام برنت. حقيقة أهمية هذا الحدث وهذا العقد أنه إحنا بنعزز أواصر التعاون ما بين دولنا وعلاقاتنا التاريخية اللي مستمدة من توجيهات قيادات في هاي البلدان، ضرورة زيادة مستويات التعاون، لكن بتيجي كمان بظرف حساس، ظرف صعب شوية بواجهه إخواننا بلبنان، وهذا بكسبها أهمية زيادة. من جانبه أشار وزير الطاقة في حكومة النظام السوري غسان زامل إلى جاهزية الجانب السوري للربط الكهربائي بين الأردن ولبنان. نحن جاهزين حاليا للربط الكهربائي، كل الأعمال التي تعهدنا بإنجازها أنجزت. طبعا هذا بداية إن شاء الله بداية التطبيق العربي إن شاء الله، أو التعاون العربي، وهذا أكيد راح يكون فاتح خير وبداية لتعاون أكبر إن شاء الله في كافة المجالات ليس في مجال الكهرباء. ينضم إلينا من أربيل خبير الطاقة يحيى مولود. أهلا بك سيد مولود. الاتفاق يعني كما قال أو وصفه وزير الطاقة ردا على بعض الانتقادات من المواطنين اللبنانيين، قال إنها متواضعة هذه الاتفاقية ولكن هي أيضا مهمة. هل نحن نتحدث عن اتفاقية ستزود يعني على مقبل الأشهر أو الأعوام فقط بساعتين، أم هذا بداية الاتفاق والتزويد قد يكون أكثر في فترة لاحقة؟ تعودنا مع هذه الحكومة ومع وزير الطاقة الحالي ومع وزير الطاقة السابق أن نسمع كلاما ولا نرى أفعال. كل التغطية اليوم التي تقومون بها عن موضوع يعتبر بنظرنا أقل، لا يستاهل كل هذه الحالة. فللمعلومات بأن الطاقة الموجودة اليوم في لبنان، المعامل الموجودة بإمكانها إنتاج حوالي 1600 ميجاوات إذا استطاعت هذه الحكومة تأمين الأموال اللازمة للتشغيل والصيانة ولأموال الفيول.
وهي اليوم بأحسن حالاتها تنتج حوالي 500 ميجا وات فقط، وهذا بسبب فشل الحكومة في تأمين الأموال المطلوبة من أجل استمرار القطاع. وبعطيكم مثل أنه اليوم المعامل لا تعمل بكافة طاقاتها، إن كان في دير عمار والزهراني أو في ألزوق وجيه، المعامل التي تديرها مؤسسة كهرباء لبنان، أو معامل المحركات العكسية، بسبب فشل هذه السلطة. واليوم السلطة تحاول يعني عمل كل هذه طيب التمثيليات سيد مولود، من هناك أجل يعني من أجل نقاط مهمة التغطية ذكرتها. على فشلها. هناك يعني واضح أن قطاع أو ملف الكهرباء، ملف الطاقة في لبنان موضوعه معقد جدا، ذكرت بعضا من نقاطها، وهو يعني ملف عمره لعقود ماضية وتولى العديد من الوزراء عليه، ولكن الآن البنك الدولي هو يعني وضع يده في هذا الملف في إطار رؤيته لكيفية النهوض بلبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية. البنك الدولي يرعى بمكان ما هذا الاتفاق، فقط سؤال توضيح قبل أن نستكمل الحديث، هل هذا الاتفاق فعلا فقط يقتضي بتزويد ساعتين إضافيتين للمواطن اللبناني يعني فقط في الأشهر الأولى، أم هذا هو جل الاتفاق على مدى ما هو قائم، فقط ساعتان إضافيتان؟ تقنيا الخط الذي يربط الأردن في لبنان، وحسب العقد من محطة الديماس إلى محطة كسارة في لبنان، لا يمكنه أن ينقل أكثر من حوالي 250 MVA، وفي تقنية لا يمكن أن ينقل أكثر من حوالي 200 ميجاوات، وال 200 ميجاوات لا يمكن أن تغطي أكثر من ساعتين في أفضل حالاتها. فتقنيا من غير الممكن، لا بالمرحلة الأولى ولا بالمرحلة أنتم استجرار أكثر من هذه الطاقة التي يتحدثون عنها. ولذلك نقول بأن هذه المشكلة اليوم للمشاهد العربي واللبناني، مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة تملك حوالي 1600-1700 ميجاوات من المعامل، تشغل فقط منها 500 ميجاوات بسبب الوضع المالي والاقتصادي وبسبب سوء الإدارة، وتقول اليوم بأن أمنت 200 ميجاوات. ففي مسخرة أكثر من هيك مبارك. بما يتعلق بدور البنك الدولي، ما المنتظر من الحكومة اللبنانية أن تفعل في إطار يعني ملف الطاقة أو الملفات الأخرى المرتبطة كي يبقى هذا الدعم قائما من أجل يعني العمل أو التعامل مع كل مشكلات الطاقة بالتحديد، سواء من وزارة الطاقة أم من الحكومة ككل؟ لا أريد أن أكون متشائما، ولكن أتوقع أن هذه الحكومة لا تنظر إلى حلول، وهي لن تقدم حلول. الموضوع اليوم بموضوع الطاقة هو مرتبط بحل الوضع الاقتصادي المالي في البلد. فمثلا ثبتت الحكومات اللبنانية منذ حوالي 30 سنة سعر بيع الكيلوات ساعة بحوالي 9 سنت دولار، عندما كان الدولار مثبتا على 1500 ليرة لبنانية. اليوم الدولار يتراوح بين 23000 و30000 ليرة، فإذا صار سعر المبيع حوالي نص سنت فقط. فكيف يمكن للدولة اللبنانية أو مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة أن ترد الأموال التي ستستدينها من الدولار الفريش من البنك الدولي أو من أي شخص آخر؟ لذلك نحن اليوم هذه الحكومة تضع ديون إضافية على كاهل المواطن اللبناني من دون العودة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع وإلى وضع الإصبع على الجرح كما نقول بالعامية من أجل إيجاد الحلول. بالعكس، هذا حل كارثي مجدد يشبه حل استجرار الطاقة من البواخر الذي عشناه وشفناه من 2013 طيب إلى 2021، كيف جرى وأثر على الخزينة اللبنانية. كيف جرى تبرير هذه الاتفاقية، خصوصا وأنها ترافقت مع نقطتين جدليتين بالمعنى السياسي بالنسبة للبنان، منها أنها تبر عبر الأراضي السورية وما يعني ذلك بالنسبة للعلاقة مع النظام السوري، وأيضا نسبة لما ذكر عن أن المصدر الذي من خلاله الأردن تمد لبنان بهذه الخدمة أو تزويد والتغذية الكهربائية هو من إسرائيل؟ بداية، هذا يطرح كمان سؤال آخر مرتبط بالسيادة الوطنية. فهذه الدولة أو هذه الحكومة اللبنانية التي عندها مشكلة أساسية في تعريف مفهوم السيادة،
وهي تستجدي المساعدات من أي مكان من أجل البقاء، من أجل بقاء أحزاب السلطة ورشوة الناس على أبواب انتخابات نيابية نتوقعها في الشهر الخامس إذا صدقت الحكومة في تنفيذها في موعدها. فهم اليوم يحاولون بأي شكل من الأشكال رشوة الناس، ولو على حساب كل الأمور وعلى حساب كل مصالح الشعب اللبناني. وشاهدنا ذلك نعم من خلال ترسيم الحدود البحرية، واليوم من خلال هذا الاتفاق أو غيره. وحكومة لم تستطيع من خلال الذي يقرأ الموازنة التي تناقشها اليوم الحكومة، هذه الموازنة كارثية مجددا. لا ثقة لدينا في هذه الحكومة. هنا لا أتكلم بالتقني، أتكلم بالسياسي كفريق سياسي معارض، بأنه هذه السلطة السياسية عاجزة، وجل ما عليها أن تفعله هي الذهاب من أجل الإتيان بسلطة سياسية جديدة تستطيع إدارة أمور الشعب اللبناني. فهي لا يهمها لا العلاقة مع سوريا ولا مع أي شخص آخر، هي يهمها بقائها في مصلحتها، بقائها في السلطة ولو على حساب مصالح الشعب اللبناني والسيادة الوطنية التي ننادي بها. شكرا لك من أربيل، خبير الطاقة يحيى مولود.